مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من ملفات. تنفذ الدوله عده خطط للارتقاء بصناعه الدواء من خلال السير على محورين: الاول تطوير وتحديد شركات الادويه التابعه للقابضه للادويه من خلال مشروع تطوير لزياده الصادرات وكذلك شركات الدواء العامه، والثاني زياده الصادرات عبر مدينه الدواء التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتمد على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط، حيث تعد مدينة الدواء واحدة من أكبر المدن الدوائية من نوعها في المنطقة، حيث تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التي لا تعتمد على تدخل البشري. حول خطة الدولة لإعادة صياغة صناعة الدواء والارتقاء بهذه الصناعة للتأمين حاجة المواطن المصري الدوائية، يدور حوارنا في ملفات مع ضيفنا الأستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد، عميد كلية صيدلة كفر الشيخ السابق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. مشاهدينا، بنتوقف مع هذا التقرير للزميل وليد محمود من بعد نبدأ حوارنا. منذ 60 عاما كانت الخطوة الأولى التي خطاها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حينما أصدر قرارا بالبدء في توطين صناعة الدواء في مصر في عام 1962. وطوال كل هذه السنوات الماضية خطت مصر خطوات كبيرة في هذا المجال، لكن وللأسف الشديد تراجع الدواء المصري في العقود الأخيرة. فبعد أن كان هو المسيطر على سوق الدواء في إفريقيا والعالم العربي، تراجع لمصلحة دول أخرى في المنطقة تنافس الآن بقوة، وتبلغ صادراتها الدوائية أضعاف صادرات مصر. العام الماضي دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية في تاريخ صناعة الدواء المصري، حينما قام بافتتاح أول مدينة متكاملة لصناعة الدواء في مصر، وهو الحلم الذي بدأت فكرته في عام 2014 من أجل تحقيق طفرة دوائية ضخمة تستهدف توفير احتياجات السوق المصرية من الأدوية بكل أنواعها، خاصة تلك الأدوية المستحدثة وأدوية السرطانات والهرمونات ومشتقات البلازما وغيرها من الأدوية الحديثة، تمهيدا لتحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء من حيث القيمة والوحدات. صناعة الدواء وتوطينها تمثل أهمية استراتيجية للدولة المصرية، خاصة مع امتلاكها للبنية العلمية والبحثية والقدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، حيث شهد مجال الدواء خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة بدأت بسن تشريعات تسهم في توفير بيئة قانونية جيدة تتماشى مع رؤية الإرادة السياسية، وأيضا تزيل المعوقات وتسهل إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة. ثم استكملت هذه المنظومة من خلال مدينة الدواء المصرية التي تم تنفيذها وفق أحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالميا. وكذا تمضي الدولة المصرية نحو تنفيذ استراتيجية متكاملة للارتقاء بصناعة الدواء، ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية، ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعما للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط. أهلا بكم مشاهدينا مرة جديدة، وبنرحب مرة جديدة بضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد، عميد كلية صيدلة كفر الشيخ السابق. وبنتكلم عن صناعة الدواء في مصر تاريخيا، وحضرتك بتقيمها ازاي بوجه عام؟ طبعا أنا بشكر حضرتك على الاستضافة، لأن احنا يعني الكلام عن الدواء في الفترة دي كلام مهم خالص. كمان يعني احنا في توقيت يعني السيد رئيس الجمهورية بيركز خالص على يعني ازاي يدعم اقتصاد مصر، كمان بيركز على ازاي يستفيد بالامكانات المتاحة في مصر. بادئ يعني معلومة مهمة خالص عشان اللي بيسمعنا يكون عارفها.
وهي ان صناعه الدواء في الترتيب اقتصاديا على مستوى العالم هي رقم 2 بعد صناعه السلاح. يعني التجاره الاولى على مستوى العالم الرائجه التي تدر ربح على اي دوله في الدنيا هي السلاح، ده رقم 1. طيب التجاره رقم 2 هو الدواء بالمناسبه. فبالتالي الدواء هو سلعه اقتصاديه هائله، وفي نفس الوقت هو سلعه استراتيجيه برضه هائله الاثنين. احنا في مصر الحمد لله رب العالمين دخلنا يعني تجاره او صناعه وتجاره السلاح الحمد لله برضو يعني مشينا فيها خطوات محترمه، وشفنا احنا طبعا المعرض اللي حصل قريب. بس الدواء بقى احنا بقالنا يعني مش يمكن زي ما التقرير بيقول من سنه 62، انا مواليد 62 يعني، لكن لا من سنه 28 بالمناسبه، من زمان اكتر من كده. مصر كانت فيها، او من سنه 18 اسف، مصر كان فيها اول نواه لصناعه الدواء. يعني احنا عندنا هيئه المصل واللقاح القوميه المصريه اللي موجوده في العجوزه بالمناسبه متاسسه سنه 1918. يعني بمعنى ان مصر عندها من 100 سنه واربعه، مش من 60 سنه، لا من 100 سنه واربعه توطين لصناعه الدواء بالمناسبه. يعني و يعني برضو يعني زي ما بيقولوا الشيء بالشيء يذكر، الهيئه العامه للمصل واللقاح دي اللي هي ركيزه اساسيه وهامه جدا ومحوريه في تصنيع الدواء في مصر، هي اللي احنا اعتمدنا عليها لو حضرتك ملاحظه على تصنيع الايه الكوفيد فاكسينز، اللي هي اللقاحات كلها بتاعت الكوفيد او اللي هو الكوفيد 19 يعني. فدي بس معلومه كان لازم ان انا اقولها. دي نقطه. النقطه الثانيه انه مصر لها في صناعه الدواء زي ما التقرير بيقول مصر رائده في صناعه الدواء، لان احنا لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي مصر فيها تقريبا 162 شركه دواء مرخصه ومصنع شغالين في السوق. وده رقم بالمناسبه مش موجود في اي مدينه دوله في العالم بالمناسبه يعني بس خلينا ايه نعرف احنا امكاناتنا فين ونقول اقتراحاتنا ايه. طب ال 162 دول ما بين كلها شركات قطاع خاص ام في منها مملوك للدوله؟ لا في مملوك، في اجزاء منها مملوكه ما زال مملوك للدوله. من قدم الظهر يعني حوالي 14 شركه اللي فاضلين اللي هم يعني تعتبر الشركه القابضه حاليا هي اللي بتديرهم. وانا سعيد ان احنا بنتناقش في ان الرئيس اخذ قرار ان يطور هذه الشركات المظلومه، لانه الشركات دي شركات قوميه فعلا معموله من عصر الرئيس الراحل عبد الناصر الله يرحمه. حوالي 14 شركه اللي هم موجودين معظمهم في منطقه الاميريه، لان كانت الاميريه في التوقيت ده تعتبر خارج القاهره من ناحيه الشرق، الا شركه القاهره طبعا دي شركات حكوميه يعني اساميها مش ممنوع ان احنا نذكرها في الاعلام، اللي هي زي القاهره والعربيه وشركه منفيس وشركه النيل. الشركات دي حوالي 14 شركه. لما شركات القطاع الخاص بدأت تدخل، المنافسة بقت أقوى من شركات الحكومة، بسبب أنه جينا في فترة كان دعم الحكومة للتطوير في هذه الشركات للأسف متواضع جدا. ومن هنا لما حصل أن شركات القطاع الخاص بدأت تدخل، دخلت برأس مال، بتعرف تعمل كمان دعاية وبتعرف تعمل توزيع، دخلت برأس مال بفكر جديد ووضع جديد. فبالتالي احدى الشركات المصريه اللي هي بتنتج ادويه وهي قطاع خاص اللي مقرها مش هقول اسمها، لكن طبعا حاجه تشرف ان احنا المفروض نقول المراكز الكويسه في بلدنا، ده حاجه انا شايف انها مش دعايه يعني، الشركات مش محتاجه منا بصراحه دعايه. فالمهم هي مقرها العاشر من رمضان بالمناسبه بتساهم ب 30% مما يستهلكه المرضى في قاره افريقيا بالكامل، شركه لوحدها واحده. فلما اقصده ان بالنسبه لمصر لنا تاريخ كبير جدا، ويجب ان احنا نركز جدا جدا في الاستثمار في مجال الادويه، عشان يعني احنا عايزين نزود الاستثمار، عايزين نزود التصدير من الادويه. لو احنا اتكلمنا، معلش دكتور، خلينا نتكلم على انه اهميه تطوير وتحديث شركات الادويه التابعة للقبضه، ده هيكون في صالح المستهلك الفقير، يعني لو جاز التعبير ان هو اكيد هيكون في صالح طبعا الشركات، وان لازم يكون في صناعه
زي ما حضرتك اتفضلت بالإشارة استراتيجية. صحيح. زي الأدوية. صحيح. زي الأسلحة كده. تاني حاجة بعد الأسلحة أن كل الدولة فيها باع، فده أكيد هيكون في صالح المستهلك، اللي هو ومن حق يعني من حق المستهلك أن يكون في منافسة ما بين منتج مصنوع من القطاع العام ومنتج مصنوع من القطاع الخاص لصالحه. يعني حضرتك شايف ده ازاي؟ ده برضو سؤال مهم الحقيقة جدا. احنا يعني انا واحد من الناس اللي بحى صوتي في الاعلام سواء لقاءات او مقالات في الجرائد المختلفة المصرية على النقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي بالذات، اللي هي الحمد لله رب العالمين الدولة اخيرا انتبهت اليها، اللي هي فكرة ان القطاع العام مش منظوره قوي يهدف للربح زي القطاع الخاص. يعني له بعد انساني، له بعد اجتماعي. فاحنا احنا سبناه فتره طويله، دي حقيقه يعني، وبدانا ننتبه لخطوره ان نتركه يسكت. دي مساله خطيره خالص. بمعنى ايه؟ انه انا مثلا في التامين الصحي الدوله بتصرف يوميا مليارات، مش ملايين زي ما الناس متخيله. يعني التامين الصحي بيكلف الدوله مليارات في اليوم الواحد. بالمناسبة على مدار 100 مليون وستة ولا 110 مليون في الأماكن مصر الواسعة دي اللي هي 1000 كيلو متر مربع. فالقصد من كلامي احنا الدولة بتضطر تاخد أدوية كثيرة جدا كم هائل من القطاع الخاص، وده كويس ما بنقولش عليه لا، لكن دور الشركات الحكومية اللي احنا لابد ان احنا نطورها، لابد ان احنا يعني زي ما سيادة الرئيس حط 20 مليار جنيه في مصانع المحلة للغزل والنسيج لإحيائها، أيضا شركات القطاع العام الحكومية في الدواء محتاجة هذه القبلة، قبلة الحياة، إن احنا فعلا نعمل كده. ليه؟ مثلا نحن نستطيع أن نعتمد عليها بلا قيود باعتبار أنها أداة من أدوات الدولة وتمتلكها الدولة في الأزمات المتكررة اللي بتحصل في سوق الدواء المصري. يعني مثلا لو عندنا مشكلة ألبان الأطفال على سبيل المثال، مثلا لو عندنا مشكله خاصه باحد الادويه مثلا، يعني احيانا القطاع الخاص بيسحب دواء معين علشان يرفع حضرتك لو تتذكر عشان يرفع سعره، ممكن لو الاداره تتدخل في الحاله دي كتير زي المحاليل مثلا. يعني المحاليل اللي هي بتتعلق في الوريد زي الجلوكوز ومحاليل الماء. بالمناسبه فتره من الفترات حصل فيها ازمه هائله. طيب انا بقى لو القطاع او ادويه السكر وهكذا، يعني حضرتك عد يعني، بس في ازمات مشهوره خالص. فاحنا لما يبقى الدوله تمتلك 14 شركة تقريبا او 15 او اقل بتاعتها بتاعت الدولة، لا ده دول يا جماعة لازم ان احنا نرفعهم خالص. لانه القطاع الخاص لديه من المهارة ولديه من القدرة ولديه ايضا من رأس المال اللي يقدر ينجح نفسه، دي حقيقة. لكن الشركات الحكومية ما ينفعش الدولة تسيبها، وده خبر رائع، وانا سعيد جدا ان انا اسمع ان الدولة بدأت تتجه لتطوير الشركات دي. يعني الشركات دي لها مساحات للأسف أصغر مما يجب أن يكون. لا، لابد أن احنا نفكر في المدن الجديدة المتاخمة للقاهرة زي العاشر من رمضان، زي اكتوبر، زي المدن القريبة من القاهرة دي. المصانع دي تعملها اكسبانشن، لأنك لو أنت موجود في منطقة زي الأميرية اللي في منطقة مكتظة بالسكان أنت بتعرفش توسع. فبالتالي احنا واي نوت أن نخلي الإدارة في هذا المكان وننقل بقى ونعمل لها مصانع. هو ده التطوير، احنا هنطور ازاي؟ طيب واحنا بننقل نعمل بقى توطين للمعدات الحديثه الجديده. فهنا الشركات دي بالذات بيكون لها طابع قومي، يعني لها دور مهم جدا. هي اكتر واحده المفروض اركز عليها في التامين الصحي. يعني انا كده كده دي اداه الدوله، الدوله المفروض تضخ فيها، تشغل فيها موظفين، تفتح لها فروع وتفتح لها مصانع جديدة متطورة في أماكن وهكذا. لأنه التأمين الصحي زي ما بقول لحضرتك يستهلك طاقة هائلة من اقتصاد الدولة، ينزف اقتصاد الدولة. فبالتالي أنا لو قعدت أعتمد على القطاع الخاص وبس أنا بخسر. أنا كدولة بنفق إنفاق هائل جدا. فبالتالي يعني تطوير الصناعات أو المصانع اللي هي مملوكة للدولة اللي هي بتشرف عليها الشركة القابضة، أنا شايف ده أمن قومي، وإنها كمان تكون منافسة في السعر، وإنها تمنع احتكار أدوية أو سحب زي ما قلت حضرتك أدوية معينة. صحيح. بهدف زيادة سعرها. صحيح. لأنها ملهاش بديل بالنسبة لي. يعني أنا لو أنا عندي صيدلية زمان، لما كان عندي صيدلية كان المريض يجي لي يقول لي والله أنا عايز المضاد الحيوي مثلا عشان عندي وعندي وعندي. أنا بيكون لي طلة في المريض، المريض اللي يقول لي لا هات لي والنبي دواء مش غالي.
بروح اوتوماتيك من غير ما افكر على الرفوف بتاعه الادويه بتاعه شركات القطاع العام. لان هم عندهم شويه يعني حسبه اجتماعيه في اسعارهم، هم بيكسبوا بس الهامش الربح بتاعهم الهامش كبير قليل، واخد بال حضرتك؟ فعشان كده في لها بعد اجتماعي يعني المريض، وده كان فكر عبد الناصر زمان. يعني عبد الناصر كان شعبوي، كان اجتماعي، كان دايما ينظر للفقراء. فالاربع او ال 14 شركه دول هم الركيزه الاساسيه للتعامل مع الناس اللي هم يعني الطبقه الوسطى والاقل. دي مساله في منتهى الاهميه. فبالتالي انا المفروض شركات يعني مستشفيات الحكومه التامين الصحي يبقى هم دول الركيزه الاساسيه اللي بتغذيهم. احنا وصلنا لحد فين في يعني تصنيع الخامات الدوائيه؟ وصلنا لحد فين؟ طبعا دي كانت يعني توجيهات سياده الرئيس. برضه انا يعني يمكن كتبت، يعني حضرتك لو شفتي انا كتبت مقالات كتير خالص في الاختبار ده، بل بالعكس ده انا يعني نشدت الرئيس السيسي مباشره في احدى اللقاءات انه يا ريس مصر محتاجه انها تصنع الماده الفعاله. احنا في عصرك عندنا طموحات اوسع شويه من اللي كانت قبل كده، احنا عندنا خبرات مهوله. الخبرات في مصر يا سيدتي مهولة. مصر بتخرج كل سنه 13000 صيدلي بالمناسبه. ده مصر فيها كنز بشري، كنز بشري. احنا ما اتكلمناش كمان على مراكز الابحاث. وطبعا احنا عندنا يعني زي ما حضرتك تفضلتي، احنا عارفه عندنا كام جامعه حكوميه؟ احنا عندنا حوالي 25 جامعه حكوميه ما شاء الله، وحوالي 25 جامعه يعني مستواها عالي من جامعات القطاع الخاص بالمناسبه، اللي هي الجامعات الخاصه يعني. فاحنا بنخرج عدد هائل من الصيادله اللي هم عايشين في اتموسفير في خبرات كبيره. خلي بال حضرتك يعني الصيدلي لما احنا بنعمل رحلات نودي الطلبه بتوعنا لشركات سواء القطاع الخاص او شركات الحكومه، احنا كل سنه بتخرج من عندنا رحله تروح للشركات بنلاقي جديد. يعني بنلاقي ان الشركه اتطورت من السنه دي عن السنه اللي فاتت. ايوه واخد بال حضرتك؟ فبالتالي احنا مصر فيها خبرات هي ركيزه هائله، اللي هي الركيزه البشريه اللي احنا بالنسبه لنا لا تنسي حضرتك ان كل دول الخليج معتمده اعتماد كلي في المجال الطبي تقريبا على الخريج المصري. ايوه بالمناسبه حتى المصانع اللي اتعملت في دول عربيه انا اعرفها، وانا بالصدفه كنت هناك وهم بياسسوها، صيادله مصريين اللي بيدروها بالمناسبة. يعني إن كانت الحقن سرنجات ومستحضرات التجميل أو الأدوية، أول ما يفكر يستعين بخبرة من غير ما يفكر هو المصري. أول ما يفكر زي بالظبط المدرسين والأطباء اللي هم شالوا الخليج من بقالنا 100 سنة تقريبا، لحد دلوقتي حينما يفكرون في الصناعة أول ما يفكر في المصري. دكتور نبيل، يعني إحنا عايزين طبعا حضرتك قلت كلام عظيم جدا، لكن إحنا عايزين نقول تجربة معينة يمكن تكون تجربة شخصية بالنسبة لي. فعالية الدواء المصري، الأطباء نفسهم أما بيجوا بيكتبوا دواء بيكون في دواء مستورد ودواء مصري، هم نفسهم بيفضلوا إنهم يكتبوا الدواء المصري. يعني دايما في كلام احنا عايزين نقول يعني إنه في إطار التشكيك في فعالية أو المادة الفعالة. في ناس تقول لك إيه، لا أصل الدواء المستورد هو غير صحيح بس بيجيب نتيجة أفضل. نتيجة أحسن. ده كلام أنا ضده تماما. وأنا كمان الحقيقة بس بقوله بالقليل يعني مع احترامي لحضرتك، أنا أستاذ في كلية الصيدلة، يعني أنا بأمارس مهنة الصيدلة من 85، يعني دخلت تقريبا في حوالي 40 سنة ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين مطلع على إمكانيات بلدي، بل بالعكس أنا عندي محاضرة مشهورة خالص اسمها التجربة المصرية في الصناعات الدوائية، ألقيتها خارج مصر عشان أتكلم على إمكانيات مصر الدوائية بالمناسبة. يعني إحنا وده كلام موجه لكل اللي بيسمعوني، مش تجربة حضرتك أنا عايز أستفيد منها. إحنا يا جماعة معظم الشركات في مصر وفي العالم العربي، الشركات اللي عملت مصانع ادويه احنا بنعبي، بس عشان الناس يعني ايه ما تحسبش حساباتها خطا، احنا نعتبر بنعبي. يعني ايه بنعبي؟ يعني احنا 15% بس من المنتج الدوائي المصري الماده الفعاله متصنعه ببلدنا. بس دي معلومات لازم الناس تعرفها. يعني هي طيب. ما انت مش هتروح تشتري حاجه غاليه من غير ما انت تكون عندك. لا يا فندم، احنا من 85 انت بترمي فلوسك، انت بترمي احنا بنستوردها بالظبط اللي هي الماده الفعاله. طيب حضرتك الفرق ايه بقى؟ ان انا عندي نفس فكره بالظبط وانا مضطر ان انا اعمل كده. حضرتك الموبايل ده لو حضرتك، انا رحت كوريا بالمناسبه، رحت اليابان. انا ما قدرتش اشتريه من كوريا ولا من اليابان اللي هم البلاد اللي صنعتهم. يعني انا ما اقدرش اشتري الموبايل ده هو
لا من كوريا ولا رحت كوريا مره ورحت اليابان مرتين ورجعت. الله امال انا اشتريته امتى؟ لما كوريا بنفس الاسم بتاعها او اليابان وافقت على للصين انها تصنعه. ايوه هي حطت قالت انا عايزه المواصفات دي ما تتغيرش عشان ما تسوقليش الاسم التجاري اللي هو التريد نيم او الجينيريك نيم اللي انا عملت له تسويق والعالم عرفت الاسم ده. طيب انت عندك امكانيات تصنع؟ قال لهم اه. طب عندك امكانيات تحافظ على سمعه المنتج ده؟ قال لهم اه. صنع تكلفة الاقل. ايوه بس هي دي الفكره بقى اللي هو ايه، انا اقدر اشتري ده عشان الصناعه الصينيه صنعته. ليه؟ لان العماله في امريكا، انا رحت امريكا رحت اليابان رحت كوريا، البلاد دي العماله عندها هي اللي بتكسب بالمناسبه. انت حضرتك المكسب الاساسي، يعني حضرتك لما تشوفي مثلا في امريكا، انا درست في كليه الطب في كونيتيكت في امريكا، قعدت فيها فتره، يعني حضرتك تشتري التفاح الامريكاني بدولار كيلو كويس، بس تشتري التين البرشومي ده، التين اللي احنا بناكله ده، التين الواحده بدولار، الواحده مش كيلو طبعا. السبب حاجه واحده بس، ان ده سهل قطفه اللي هو التفاح لانها فاكهه صلبه ما عندهاش مشكله، انما التاني فاكهه طريه خالص لازم تمسكها بايدك. فعلشان الايدي العامله هي اللي بتقطف التين، الواحده بدولار. انت حضرتك متخيل الفرق؟ العامل عنده، العامل عندهم، انا عايز اوصل العنصر البشري عندهم. يا جماعه اللي بيسمعني، الدواء المستورد غالي عشان الايدي العامله الاجنبيه غاليه. بس مرتبها كبير، دخلها كبير. طيب والمصري ليه سعره اقل؟ احنا بناخد بالمناسبه نفس الماده الفعاله وبنعبيها احنا عندنا في اقراص كبسولات، نحولها لاشربه لمراهم لحقن وهكذا. احنا عندنا المكن اللي بيعمل ده، ومش احنا اللي مصنعينه. انا على فكره محامي للصناعه الدوائيه المصريه عن قناعه والله. احنا يا فندم العلبه اللي بتكبس المكنه اللي بتكبس الاقراص او الكبسولات او اللي بتعبي الحقن او المراهم او الاكل مش متصنعه محليا. مكنه احنا مستوردين. انا شخصيا يعني بقول ان احنا نشجع صناعه بلدنا، لان هي ليس تعاطفا لانها هي واحده، والدكتور اللي هيكتب لي الدواء المصري هو اكيد عايزني اخس. احنا عايزين نسال عن طبعا حاجه مهمه جدا، مدينه الدواء. حضرتك شايف ازاي هذا الصرح العظيم؟ هي مدينه الدواء نقله نوعيه للدواء المصري. يعني الاول لابد ان نقر ان احنا بلد تعتبر ترتيبه. شفت حضرتك السكه الحديد؟ مش السكه الحديد مصر رقم 2 على مستوى العالم؟ انجلترا هي اللي اخترعت السكه الحديد، فهي رقم واحد. تاني ناس احنا بالمناسبه، انا عايز الناس تعرف قيمه البلد والله، لان ده مساله خطيره خالص ان تفقد احساسك وقناعتك بذاتك. دي مساله خطيره خالص، مساله قوميه زي ما بيقولوا يعني. فاحنا في السكه الحديد احنا رقم 2 على مستوى العالم. ويا جماعه مش عايزكم تنسوا، احنا في امريكا المفتاح بتاع التليفون بلس 1 يعني 001 صح؟ مفتاح مصر كام؟ 002. يعني احنا رقم 2 على مستوى العالم في مفتاح التليفونات يا جماعه. يعني اعرفوا قيمه بلدكم، يعني دي مساله مهمه خالص. طب الدواء بقى، احنا ايضا رقم 2 على مستوى العالم. يعني انت حضرتك متخيله سويسرا اللي هي يعني ام الدواء زي ما بيقولوا، يعني اللي عملت الحقن بتاعت الانسولين وعملت وعملت وعملت، احنا بننافسها بالمناسبه. احنا عندنا بنصنع الانسولين البشري. احنا ما هنسأل حضرتك ان احنا هنتوقف مع هذا التقرير عن مدينة الدواء للزميل اشرف عبد المقصود. ظل مشروع مدينة الدواء حلما يراود مصر لفترة طويلة حتى صار حقيقة وواقعا ملموسا تفخر به مصر، بل أكبر المدن والمصانع الدوائية على مستوى الشرق الأوسط. فهذا المشروع العملاق يقع بمدينة الخنكة بمحافظة القليوبية على مساحة 180 ألف متر مربع، ويضم مصنعين عملاقين يضمان 20 خط إنتاج يتم من خلالها تصنيع المنتجات الصيدلية كافة باستخدام تكنولوجيا تعتبر الأعلى في العالم. ويشتمل أحد المصنعين على 15 خط إنتاج بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، بينما يضم الآخر 5 خطوط إنتاج في تخصصات مختلفة.
وتطبق مدينة الدواء ما يعرف بممارسات التصنيع الجيد للدواء، والذي يعني الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة مع توفير نظام حوكمة إلكتروني تعمل من خلاله ماكينات المدينة كافة بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري سوى عند إدخال البيانات. ويبلغ عدد العاملين به نحو 200 عامل على قدر كبير من المهارة والكفاءة والتدريب المستمر. كما يوجد بالمدينة معامل بحث وتطوير وتوكيد جودة، مع وجود خطط تسويقية متواصلة عبر دعوة الأطباء لزيارتها للتعريف بأدويتها والتعاون معا في نشر ثقافة التحكم في الأمراض، حيث إن دور الهيئة لن يقتصر على أن يكون تصنيعا فقط بل يمتد لكونه تثقيفا أيضا. مدينة الدواء هي نتاج رؤية القيادة السياسية في توفير دواء آمن وفعال وذي كفاءة وبأسعار مناسبة للمواطن المصري، ولتكن إحدى أذرع الدولة لحل الأزمات وتحقيق الأمن الدوائي من خلال توفير أحدث الأدوية وبجودة عالية وبأسعار في متناول شرائح المجتمع المختلفة. وتستهدف المدينة أن تصبح مصر مركزا إقليميا رائدا في صناعة الدواء وفتح أفاق تصدير للدول الإفريقية والعربية وعلى مستوى الشرق المتوسط وأوروبا. كما تستهدف استراتيجية المدينة إدخال توسعات مستقبلية تشمل الدخول في عالم إنتاج الأمصال واللقاحات، فالإنجاز المحقق منذ بدء العمل والتشغيل بها أثمر عما قدمته مدينة الدواء المصرية لباكورة إنتاجها في السوق المصرية في مجالات الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية والعلاجات المستخدمة ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا. مشاهدينا بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وبنرحب بضيفنا مرة جديدة داخل الاستوديو الدكتور نبيل محي عبد الحميد عميد كلية صيدلة كفر الشيخ السابق. أهلا بك مرة جديدة. وعايزين نتكلم عن مدينة الدواء، إزاي هتخلي مصر تتحول لمركز إقليمي وعالمي لصناعة الدواء وتصدير الدواء. أنت عارفة حضرتك زي ما تكوني مثلا عندك حاجة أو منتج مثلا بيحمل فكر معين، فانت جيت تقرري مثلا تقولي لا انا عايز اغير التفكير خالص في طريقه الانتاج. كويس. بمعنى ايه؟ انا في دماغي قدامي في مساحه محدده، انا بنتج الدواء وببيع الدواء للمساحه دي بمواصفات محدده. أي. عشان ما تغيرش السعر. طيب احنا امتلكنا الجرأة والمبادره. أي. ان احنا نقول ايه، طب ما تيجوا يا جماعه نوسع المساحه اللي احنا شغالين فيها. طيب ده هيتطلب ايه؟ التنافس القوي مع المنتج الاخر في العالم. يعني انا ضد فكره ان الدواء المصري في التصدير تراجع، لا فندم، انا جريء وممكن اقول على الهوى انه كل حسبه في الدنيا للاسف لا خلفيه سياسيه. عشان بس نبقى صراحه، يعني لا خلفيه سياسيه، يعني مثلا كتله من الدول انا اعرفها جدا واشتغلت فيها وزرتهم كلهم تقريبا، يعني كانت مصر الدواء عندهم في صيدلياتهم وفي مستشفياتهم، والمنتج المصري ما كانش بيصنع دواء اصلا. فكان المنتج المصري تقريبا 85% من الدواء اللي موجود في الحكومه وعلى الرفوف في الصيدليه. كويس. للاسف هناك حسابات سياسيه وحسابات سياسيه معقده. يعني انا ضد فكره ان لما اقول الله السوق الفلاني بطل ياخد مني بنسبه 80% وعاد بياخد مني بنسبه 40% يبقى في عيب عندي. انا ارجو تصليح الحوار ده لانه حوار خاطئ خالص. بالعكس، مصر كل شويه في صناعه الدواء احنا بنتطور اكتر. يعني احنا مثلا ما حصلش عندنا في وقت من الاوقات انه صناعه الدواء عندنا ما بقتش بالجوده، تراجعت او ما بقتش بالجوده اطلاقا. يعني مثلا في فتره مثلا الالفينات مثلا او في الفتره دي لغايه السنوات كانت كويسه بالنسبه لي انا، يعني في فترات في الالفينات بدايه الالفينات ما حصلهاش نوع من الانخفاض شويه اطلاقا خالص. مع حضرتك مع احترامي ليك قولي لي برضه ليه، قولي لي انت بتقول كده وخلاص يعني. ما هو انت حضرتك شوفي، احنا في مشروع قدامنا واحده من اثنين، المشروع ده مش في حاجه اسمها غرفه صناعه الدواء في مصر. احنا في مشروع قدامنا حاجه من اثنين، يا ترى الاستثمار في مجال الدواء في الدوله دي بيكسب ولا بيخسر؟ طيب لو هو بيخسر مين اعلم الناس بالمعلومه دي؟ المريض ملوش علاقه. اللي عارف الكلام ده الصيادله.
المستثمرين من الصيادلة، مظبوط ولا لا؟ أي مظبوط. يعني مش منطقي بالمناسبة هناك في الأدراج في منظمة في وزارة الصحة حوالي تراخيص مطلوبة يعني لحوالي 40 مصنع كمان. أي برضو معلومة عرفيها حضرتك. يعني إيه؟ يعني إزاي أنا كمستثمر في صناعة الدواء شايف صناعة ما بتكسبش وهروح أنا أحط ثقلي ورأس مالي في إن أنا أعمل مصنع دواء جديد؟ واخد بال حضرتك؟ يعني بمعنى إيه؟ الدواء في مصر، مصر تاني إحنا أكبر دولة تصنع الدواء في أفريقيا والشرق الأوسط. طب لو كلمنا بقى عن مدينة الدواء، إزاي ممكن إنها تساهم أولا تخفف العبء عن ميزانية الدولة، وإنها تساهم في تصنيع اللي هي الأدوية اللي إحنا مش بنعملها، ومثلا كوفيد، أدوية الأمراض المزمنة، أدوية زي أدوية السرطانات، ويعني في أدوية معينة إحنا بنستوردها بالكامل يعني. حضرتك شايف إزاي ده ممكن يكون حاصل مع إنشاء مدينة زي مدينة الدواء؟ هي مدينة الدواء زي ما أنا يمكن كتبت قبل كده أو في أكتر من لقاء اتكلمت عنها، هي ليست رقم بالنسبة لمصانع الدواء في مصر، عشان ده لو الشعب أو الناس فاكرين كده يبقى احنا مش فاكرين الفلسفة اللي اتعملت عليها مدينة الدواء أو الاستراتيجية. بمعنى ايه؟ لو فرضا مصر عندها 160 مصنع دواء، فمن الخطأ ان احنا نقول الله أدام عملنا مدينة الدواء يبقى بقى عندنا 161 مصنع. ده خطأ. ليه؟ هي مش معمولة بفكرة التصنيع وبس والإتجار، لا، هي معمولة بفكرة جديدة خالص اللي هي توطين صناعة المادة الفعالة اللي عليها ضرب نار في العالم. يعني انت حضرتك مثلا ممكن تيجي بعد 6 شهور دواء كنت في مصر هنا السوق بيطرحه مثلا علبة ب40 جنيه ممكن بعد 6 شهور تتفاجئ ان غصب عنك ب80 جنيه فالناس تصرخ يا اخوانا ده كانت من 5 شهور كانت ب40 جنيه مثلا يعني. لا يا اخوانا انتوا مش قادرين تستوعبوا ان استيرادها من بره تطبق عليها سعر الدولار وتطبق عليها الزيادة العالمية في الدواء. الله طب نعمل ايه؟ نحل المشكلة ازاي؟ هو من هنا نتجت فكرة توطين الدواء عن طريق مين؟ شركة ايجيبتو فارما دي. اللي هي انا عايز اصنع المادة الفعالة عندي. انا بس هنتوقف عند حتة المادة الفعالة استاذن حضرتك، ان احنا هنتوقف مع هذا الاتصال التليفوني مع الدكتور صبري الطويلة عضو نقابة الصيادلة سابقا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ حنان، واهلا بمشاهدين الكرام، وتحياتي واحترامي للاستاذ الدكتور محي الدين نبيل، استاذ اللي انا بتشرف بيه وبنسعد بيه دايما، اول عميد بكليه صيدله كفر الشيخ. ربنا يخليك يا فندم. احنا بنتكلم عن صناعه الدواء في مصر، حضرتك شايف ازاي ملامح صناعه الدواء في مصر وخصوصا في عصر كورونا؟ والله اللي ترجمته الارقام واللي ترجمته الاحداث اللي عشناها في مرحله الكورونا بين قديه ان مصر كان لها موقف يحترم، ترجم طبعا في وجود هيئه مصريه طالما حلمنا يعني واملنا ان يكون هناك هيئه بهذا الحجم وهذا الكيان، واثبتت جدارتها وجودها ان هي امتلكت كل مقومات الاستراتيجيه في وضع ملامح المرحله، ان هي ما كانش عندنا مشكله في انتاج المواد الدوائية اللي غطت لاحتياجاتي كدولة مصرية في وقت أزمة أغلقت كل المنافس برا وبحرا وجوا، ولكن رؤية الهيئة المصرية للدواء إن هي تملكت مخزون استراتيجي قدرنا إحنا نعدي مرحلة الكورونا وغطى لي كل احتياجات المواطن المصري من بروتوكول العلاج لجائحة كورونا، فهذا يحسب للدولة المصرية ويحسب للهيئة المصريه للدواء. نعم. امتلكنا اكتفاء ذاتي، وكذلك يعني لا ننسى المواقف الكثيره منها برامج حياه كريمه اللي بيغطي اكثر من 60 مليون مواطن مصري، قضاء على فتره انتظار في فيروس سي، ونهايه بجائحه كورونا. نعم. ارى هي الملامح التي يعني عشناها في ظل اخر عامين بعد جائحه كورونا. حضرتك شايف ازاي يعني او اتفق مع رأي اللي بيقول انه مدينة الدواء تعتبر قلعة صناعية جديدة بمثابة اعلان عن دخول مصر مرحلة جديدة في مجال صناعة الدواء، وايضا في مجالتها ريادتها في هذا المجال؟ طبعا وجود
مدينة بحجم مدينة الدواء المصرية اللي معمولة على مساحة تجاوز 180 ألف متر، طبعا مقسمة جزئين، جزء بدأنا فيه ب 120 ألف متر، معمول أكثر من 15 خط إنتاج بننتج أكثر من 100 مليون يونت أو عبوة من الأدوية للحالات المزمنة والحالات الحرجة ومرضى الضغط والسكر وما إلى ذلك. والمرحلة الثانية هي الأمل الكبير، وأن احنا نتملك أسرار أو النوهاو لمنتجات مثل البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي وأمراض الكيموثيرابي وعلاج السرطان. هو الحلم الذي أو الأمل بمدينة إنتاج الدواء المصرية جيبتو فارم، ونأمل في المرحلة القادمة بعد أن صدر قانون التجارب السريرية وننتظر قانون مشتقات الدماء لنتملك إنتاجية متميزة، وخاصة إن الإنتاج السنوي أو من الأدوية المثيرة بتمثل 90%، يعني أنا مباجي أدائي منتجات صناعة الدواء في مصر بالله عبارة عن أكثر من 97% أدوية مثيلة، يعني نفس الدواء الموجود بتعمل زيه، وللأسف الشديد 3% أدوية مبتكرة. نتمنى إن احنا نقترب من أدوية مبتكرة لتكون لنا ريادة في وجود مدينة بحجم مدينة الدواء المصرية اللي بتطبق كل معايير جي ام بي أو معايير تصنيع الدواء العالمي، وبتخضع بكل القياسات الدوائية العالمية، وبدأت تفتح شراكات مع كثير جدا من الدول الأجنبية والخليجية للتصنيع في مدينة الدواء، حيث تنشرد بمواصفات قياسية. طبعا حضرتك لما بتجي لأي شركة عشان تستورد مني الدواء تعمل حاجة اسمها أوديت أو تفتيش أو ترى رؤيتي في تطبيق المعايير، لما تتأكد ان انا بطبق كل خطوات المعايير الدوائية من اول الغلة سيدة المادة الخام ودخولها وخطوات انتاجها وخطوات التصنيع بتثق في انا كدواء مصري وبطبق المعايير، فبالتالي تديني فرصة اكتر للانطلاقة، وده الحلم اللي احنا بنأمله من واحنا بنتكلم يا دكتور صبري عن استيراد الدواء. حضرتك شايف ازاي ممكن مدينة الدواء توازن او تقلل حجم اللي احنا بنستورده، وازاي هي ممكن تزود حجم صادرات مصر من صناعات الدوائية؟ والله خليني كده يعني اثرنا حضرتك، يعني في اخر 5 سنين معدل نمو صناعة الدواء في مصر، هلوانا من 2015 كان معدل صناعة الدواء لا يتجاوز 42 مليار، احنا بنتكلم في 85 مليار في 2021. كمية احتياجاتنا من هذا الدواء احنا كنا بنحتاج ما يوازي 83% من احتياجاتنا من الدواء الوطني، يعني احنا عندنا اكتفاء ذاتي انتاج دواء وطني للمرضى المصريين 83%، بنضطر نستورد ما يوازي 17%. في 2021 بقى عندي اكتفاء 93% وبستورد 7%. هذا يحسب للسياسة المصرية ان انا اتملك احتياجات وطنية بهذا الحجم، لكن ما زلنا نقوم باستيراد الروماتيريا بمواد الخام والمواد المغذية والمواد التي تدخل في الصناعات بتمثل 95% من احتياجاتي لصناعة الدواء. دكتور صبري الطويلة عضو نقابة الصيدلة سابقا، شكرا جزيلا حضرتك كنت معنا عبر الهاتف، وبنرحب مرة جديدة بدكتور نبيل محي عبد الحميد عضو كلية صيدلة كفر الشيخ السابق. حضرتك عندك أي تعليق تحب حضرتك تضيفه على اللي قاله الدكتور صبري؟ الدكتور صبري قال نفس الكلام اللي أنا قلته، إن إحنا الكيرف بتاعنا بيرتفع مش ثابت، وما يعني بالعكس ده هو شارك في حل أزمات، يعني ما كانتش أزمات زي كورونا مثلا، يعني كورونا اقتصادية هزت العالم كله بالكامل. إحنا في فترة كورونا ما كناش متوقفين، بالعكس ده إحنا في فترة الكورونا يعني إحنا الصناعة المصرية القوية دي قدرت انها، لان احنا ما مثلا ما فيش حد في فترة الكورونا راح للتأمين الصحي مثلا وقال انا عايز اعمل اشعة فقالوا له معلش اصل الظروف الاقتصادية تعبانة مثلا، او لان العالم مقفول مثلا على سبيل المثال، او ما فيش حد راح اخذ دواء فقالوا له والله ده ما عادش بيجي مثلا، ليه يا عم صاحب ما استوردوش؟ لا، التأمين الصحي على الاقل بيديني صنف اخر، يعني بيقول والله الصنف ده مثلا يعني ما بيستوردش بقاله شهر او اتنين، بس في الصنف التاني ده الحياه واقفه، الحياه مش واقفه،
واخد بال حضرتك؟ بالعكس، لا انا شايف ان يعني زي ما قال الدكتور صبري انه احنا يعني قوه مصر الناعمه دي اللي هي ان مصر فيها يعني طاقه بشريه هائله، فيها عدد مصانع مش موجود في اي مكان بالمناسبه، يعني بالمناسبه احدى الدول مثلا على سبيل المثال الدول رقم 2 في العالم العربي بعد مصر الاردن، فيها كم مصنع؟ انا رحت الاردن بالمناسبه مرتين، يعني اللي في مصر ده يعني انا شايف ان زي ما قلت لحضرتك مصر ممكن تختني من صناعه الدواء لولا التدخلات السياسيه. يعني التدخلات السياسيه يعني لما مثلا دول الخليج على سبيل المثال، دول الخليج عشان تاخد دواء بس من مصر مساله صعبه خالص، زي السلاح بالظبط. يعني انت حضرتك بفكرنا المتطور، ما احنا اخطانا اخطاء قبل كده، كنا مخلين دوله واحده هي مصدر السلاح، فاحنا دخلنا حرب خسرناها مثلا يعني. فالعالم فكر بطريقه اوتوماتيكيه ان يعدد المصادر. فمصر كمصنع كمنتج للدواء بالعكس، احنا مصر دي ممكن تختني مش مبالغه والله، لولا الحسابات السياسيه اللي هو فكره يقول لك انا ما اقدرش اعتمد على دوله لوحدها زي مصر. لا، لما بيجي يزور الدول دي وزير الصحة أو حتى وزير خارجية يزور الدول اللي هي اللي فيها فلوس دي، بيقول له طيب أنتوا بتاخدوا الاستيراد بتاعكم للأدوية من عندنا كام مثلا في المية؟ فيقول له لا ده أنتوا كده يا جماعة مش بتتعاملوا معانا تجاريا خالص، أنتوا ناسيين إن إحنا بنجيب لكم كذا وبنصدر لكم كذا وهكذا. فالحسبة صفقات سياسية فقط بالمناسبة يعني. طب إحنا هننافس إمتى؟ وده قلعتي، لما العالم الفقير زي افريقيا يقتنعوا ان الدواء المصري بتاعنا احنا احسن لهم عشان احنا ارخص. يعني احنا ننافس السعر. اه طبعا، انت حضرتك عايزه تكسبي السوق الافريقي وتبقى مالكيش منافس. اللي هو اللي انا قلته المفتاح. ايه هو المفتاح؟ ان انا اصنع الماده الفعاله. فلوس. لو انا صنعت الماده الفعاله انا ايه اللي بيحول يا دكتور بيننا وبين الماده الفعاله؟ احنا عندنا مراكز بحثيه وعندنا اكبر عدد من الصيادله بيتخرجوا، وعندنا هي وجهه نظر انها رؤيه سياسيه. يعني رؤيه سياسيه اللي هي ايه؟ سياده الرئيس مثلا اول ما جه قال البلد دي مهترئه في الشرايين والاورده اللي بتوصل البلد، اللي هي الطرق والكباري والمواصلات وكذا. فايه؟ احنا نعمل سكه الحديد هنغيرها، فعلا ده حصل، نسفوها تاني. الطرق زي ما انا شايف كده تقريبا بتتنسف من جديد وبتتبني طرق من جديد. فانا قصدي الحوارات دي بتبقى رؤيه سياسيه. الرئيس بدا بفكره اللي هي تصنيع الماده الفعاله بمدينه الدواء الجديده دي. اللي هي احنا طب احنا بقى بنصنع كام؟ هو ده السؤال. ان احنا لابد ان احنا نحط دي نصب اعيننا، اللي هي تبقى الاستراتيجيه بتاعتنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الماده الفعاله. بالمناسبه ودي برضو معلومات يا جماعه مهمه خالص، حضراتكم متخيلين الماده الفعاله لاي دواء مش زي ما الناس متخيله، هي عباره عن ماده بودره محدش يقدر يصنعها غير المصنع اللي عملها في امريكا ولا اليابان ولا كذا. بالعكس، ما هي البودره دي جايه منين؟ جايه من الكربون والاكسجين والهيدروجين والنيتروجين اللي موجودين في كل مكان. بالتاكيد احنا يعني اكيد عندنا الخبرات الكافيه. هنتوقف مع هذا التقرير لزميل ناصر علي، نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. انطلاقا من حرصها على توفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري، تعكف الدولة حاليا على الارتقاء بصناعة الأدوية من خلال تطوير وتحديث شركات الأدوية لزيادة الصادرات وتلبية احتياجات السوق المحلي. لذا تم إنشاء مدينة الدواء وبتوجيهات رئاسية لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط. مصر بتستعيد ريادتها كمصنع أول في شرق أوسطيا وعربيا وأفريقيا، وده بحزمة إجراءات وتشريعات اللي هي بتشجع الاستثمار، بتشجع الباحث أنه يبحث في مزيد من اختراع واكتشاف الأدوية، وبتهتم بقى كمان بالرو ماتيريالز أو تصنيع المادة الخام محليا أو توطين تصنيع المواد الخام محليا، علشان حتى في الأزمات العالمية اللي بمر بيها ما تتأثرش بهذه الأزمات العالمية، وفي نفس الوقت بتكبح جماح او طمع الشركات العالميه في زياده الاسعار، وبالتالي بتضمن سعر مقبول محليا. برضو زي ما سيادتك ذكرت، مدينه الدواء الجديده بطاقه انتاجيه 150 مليون علبه سنويا، ودي طاقه كبيره جدا ممكن تشارك في تغطيه الحاجه
المحلية للدواء. الحكومة لما تفكر في مشاركة القطاع الخاص ليها فده خطوة برضو في الطريق الصحيح. وتعد صناعة الدواء من الصناعات الحيوية الهامة التي تمتلك فيها مصر قدرات تصنيعية وتكنولوجية وتنافسية هائلة تستطيع بها أن تحتل مكانة أفضل في سوق إنتاج وتصدير الدواء للخارج وبجودة عالية، فضلا عن توفيره محليا وبأسعار تنافسية. الفترة الأخيرة شهدنا تطور ملحوظ في إنتاج الدواء المصري، ويعني هو الدليل على كده ان احنا مع تزداد التعداد ومع الازمات الصحية المتكررة اللي قابلت العالم كله ما حسناش بدروب او نقص فيه. ليه ده؟ ان فعلا الدولة عملت مصانع جديدة وطورت المصانع القديمة وارتقت بالهيئة التصنيعية والتكنولوجية المعتمدة علشان تعمل الدواء كويس. فانا شايف ان الدواء المصري بقى في افضل حالاته، وانشاء متن الدواء دي خطوة جيدة جدا، خطوة رائعة. خطوة دي هنقدر نلمس فايدتها في كل الفترة اللي جاي، يعني الدنيا في تطور ملحوظ في فكرة الدواء في مصر. نعملين اكتفاء ذاتي في مصر من الأدوية، وأنا يعني أرى أنه فعلا في دول كتيرة أو بتطلب الدواء المصري حتى لم يكن على مستوى الأفراد. أنا أعرف ناس في إفريقيا وحتى في السعودية وفي البلاد العربية بيعتمدوا الدواء المصري لجودته، فإحنا قادرين بإذن الله أن إحنا نكفي السوق المحلية بإنشاء مزيد من المصانع، وأكيد هنضطر نصدر لأنه مطلوب الدواء بتاعنا بكفاءة عالية. إذن هي استراتيجية شاملة للنهوض بهذه الصناعة وتأمين حاجة المواطن المصري الدوائية من خلال استخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية والاهتمام بالموارد البشرية، بما يجعل مصر في الصدارة دائما في صناعة الدواء ويضمن حياة صحية وآمنة لكل المصريين. أهلا بكم من جديد. دكتور أستاذ دكتور نبيل محي عبد الحميد، عميد كلية صيدلة كفر الشيخ السابق، يعني احنا عايزين نعرف من حضرتك، وحضرتك شايف ازاي الثقافة الدوائية عند المصريين؟ ده سؤال كويس وبشكر حضرتك انك سألتيه. انا شايف احنا عشان نغير الثقافة الدوائية عندنا في مصر عندنا ثلاث ركائز مهمة خالص، وانا بعتبر ده اقتراح على الهوى. يا ترى احنا عندنا ازمة في ثقافتنا في الدواء او لا؟ يعني شوف احنا في الاول قلنا احنا عندناش مشكلة في التصنيع ابدا، لكن احنا عندنا مشكلة في ازمة ثقافية احنا عندنا في الدواء. بمعنى انا هتكلم على الثلاث ركائز دول لانهم مهمين خالص. انا ممكن اروح للدكتور اصرف روشتة في حدود 400-500 جنيه كويس، وبعدين بعد ما استخدم نصفها اخف ابقى كويس. السؤال مصير النصف ده في ايه؟ انت حضرتك بتتكلم على سؤال مهم خالص، حتة الثقافة الدوائية دي سؤال مهم جدا. يعني انا لو انا رحت جبت روشتة تمنها 1000 جنيه ولا 500 جنيه وبعدين استخدمتها وبقيت كويس، اتبقى نص الدواء اسيبه في البيت لما يترمي؟ هو مش كل الدواء صداع ومسكن ومخفض للحرارة يعني. انا اتمنى، وده سؤال تاني هشكر حضرتك عليه، ان احنا عندنا ثلاث ركائز يجب ان احنا ندرس ان احنا نغيره. رقم واحد، لماذا لا ابعث وابث ثقافة عند المريض ان الدواء اللي يفيض منك قرر انك ترجعه للصيدلية؟ ده مهم خالص، دي اول ركيزة المريض. طيب وهل بقى لما يرجع للصيدلية هياخد فلوسه كاملة؟ احنا لماذا لا نتدخل، اللي هي الركيزة الثالثة اللي هي الدولة اللي هي وزارة الصحة، وتصرح للصيدلي ان مثلا اخد الدواء المرتجع من المريض طالما انه سليم ومفيش فيه مشكله خالص اخده ب 50%. يعني انا لو عندي دواء ب 500 جنيه في البيت افضل لي ان انا اخد 250 جنيه اصرفهم ولا اسيبه لما مفعوله ينتهي ويترمي؟ واخد بال حضرتك؟ يعني انت حضرتك بتقول الثقافه الدوائيه دي سؤال مهم خالص، الناس للاسف مش بتتناوله. يعني احنا نغير ان فكره التدوير مره اخرى ان هو يرجع مرة أخرى. إيه اللي يمنعنا إن إحنا نعمل كده؟ فكرة فعلا. خد بال المحاليل أحيانا أنت تبقى مكتوب لك 6 أزاز جلوكوز، خدتي 3 باقي 3 ترمو؟ معقولة يترمو؟
بالتأكيد احنا محتاجين نغير هذه الثقافة. احنا في ختام هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نتوجه بالشكر للأستاذ دكتور نبيل محي عبد الحميد عميد كلية صيدلة كفر الشيخ السابق، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر موصول للزملاء في استوديو 2، هذه تحيات فارس عزام رئيس تحرير، زميلة عبير صلاح الإخراج، تحياتي حنان عبد الحليم، بكرة إن شاء الله أسرة عمل جديدة وملفات. في إلى اللقاء.